بحاول اساعد اللعيب على قد ما اقدر بالخبرات اللي كسبتها بره او جوه، بحاول ادي كل حاجه للمنتخب على قد ما اقدر، بس بحس ان في ناس شويه مستنيه اي حاجه عشان تتكلم على صلاح او على لعيبه تانية. للاسف اللي احنا عايشين عصر السوشيال ميديا، كل ما بتكبر شويه الجماهيريه بتاعه المنتخب ما بقتش موجوده زي الاول. الناس بقت بتشجع الانديه، اللعيبه بقت بتشجع اسف الجمهور بيشجع اللعيبه وبيشجع الانديه، ودي حاجه ما كانتش موجوده الاول. حاجه قسمت المنتخب، قسمت الكره المصريه عامه. بقى دلوقتي بتشوف صفحات معموله بس عشان تدافع عن لعيبه او عشان تدافع عن انديه، وهم فاكرينها حاجه كويسه. هي مش كويسه. انت ممكن ما تضرش صلاح عشان انا مريت بالحاجات دي، بس لعيبه تانية لسه جايه صغيره، ده كله هيضرها، ده كله بيخلي اللعيب نفسه مركز على نفسه بس وخلاص. انا ما بجيش هنا عشان اتهم حد بحاجه، ولا اخلي ناس تتكلم بعد المؤتمر الصحفي تقعد بص صلاح بيقول ايه ما بيقولش ايه. نصيحة ليا، لو انتوا شايفين ان انا واحد نجحت بره في الاحتراف، خليك ورا منتخب مصر، ما تشجعش لعيب بعينه، ما تشجعش فريق بعينه، ما تشجعش يعني بتوع الاهلي ما تشجعوش الاهلي ويفضلوا يتكلموا على لعيب واحد مدى البطولة، بتوع الزمالك ما تشجعوش الزمالك نفس الكلام. لو حد بيحب صلاح ما تكلمش على صلاح مدى البطولة، اتكلم على منتخب مصر. انت بتلعب باسم الناس هنا، بتلعب باسم مصر، ما ينفعش تقسم اللعيبه بينهم وبين بعض. يبقى كل همك انك تطلع تتكلم على بص هتروحوا عامله ازاي على لعيب واحد. احنا منتخب مصر، عشان المنتخب يكسب لازم اللعيبه يبقى واصل لها الاحساس ان الجماهير كلها اللي وراها ما بيدورش ان يطلع اللعيب بتاعه كويس وخلاص. انت ده كله مش هيأثر فيا، انا مريت بحاجات كتيره وفي المنتخب بقالي 10 سنين. في ناس تانية ما مرتش بده، في ناس تانية لسه جايه جديده وصغيره، ودول ان شاء الله المستقبل. فانا نصيحتي للناس، وما تاخدوش كلامي ان انا بهاجم حد، انا بهاجمش حد، ما عنديش مصلحه ان انا هاجم حد اصلا. خليكم ورا المنتخب، شجعوا المنتخب، خلوا في جمهور تاني للمنتخب زي زمان، خلوا اللعيبه تبقى متحمسه ان هي تيجي، عشان ده بيخلي اللعيب اصلا جاي اللي هو لا ما خدونيش. في صفحات تانيه تطلع تهاجم المنتخب، في صفحات هيطلعوا يتكلموا بناء عليا، ده مش لمصلحه اللعيب. ده لو انت بتحب مصر وبتحب منتخب مصر لازم تشجع المنتخب وما تشجعش لعيب بعينه، عشان انت بتدي قوة للعيب او بتدي له حاجة ان هو مش فارق معاه اي حاجة، وحاسس ان هو مهم عن المنتخب. مفيش حد اهم من المنتخب، لا انا ولا غيري ولا اي نادي اصلا مهم اهم من المنتخب. لما نيجي كلنا المنتخب يبقى انت بتشجع المنتخب بس، والناس اللي قاعدة في الاستديوهات هناك يا ريت كلنا نتكلم عن المنتخب، ما نتكلمش على فرد او اتنين، ما حدش يتكلم على فرد او اتنين. انا ممكن ما بتابعش، بس انا متأكد ان في لعيبة صغيرة بتتابع، فانت بتاثر في كل واحد فيهم. فيا ريت يا جماعه الناس اللي في مصر نشجع المنتخب ايا كانت الظروف، كويسين وحشين، نمشي ورا المنتخب لحد ما البطوله ما تخلص، وبعدين يبقى اتكلم على واحد واحد. معظم اللعيبه دلوقتي ما لعبتش بطوله افريقيا المره اللي فاتت، فانت ليه دايس في الناس كلها؟ خلي الناس تفرح وخلي الناس تتبسط بعد المكسب المره اللي فاتت، ويدوهم حافز بدل ما تفضل ده كان كويس ده كان وحش ده كان كويس ده كده مش هنكسب حاجه. عايز المنتخب يكسب، الناس كلها تبقى مع بعض.